رصدوا معلومات الاغتراب على بعد مترين أو 3 أمتار مع تحديد مسار المصابين بفيروس كورونا ومسار كل الأشخاص المخالطين لهم في الفضاءات العامة ووسائل النقل من خلال الهواتف الجوالة واللوحات الإلكترونية. تلك هي أبرز خصوصيات تطبيقات أحمي والتي تم اليوم إمضاء اتفاقية إجازة استعمالها. فيها جميع معناتها الآليات باش نحافظوا على المعطيات الشخصية نتاع الأشخاص الكل، هي تطبيقة باش خلينا نحمي رواحنا من الفيروس هذايا، نتعرفوا بصفة سريعة على المخالطين ونقوموا بعزلهم وإجراء التحاليل ليهم باش هكاكا نحدوا من انتشار الفيروس هذايا. إذا هي تطبيقة مهمة وركيزة هامة في الفترة نتاع الحجر الصحي الموجه. هذايا تطبيق أحمي، طريقة سهلة، المواطن أي مواطن ينزلها في تليفونه، يقوم بالتسجيل باستخدام رقم الهاتف، يجيه رقم تثبت يحطه في التطبيقة، كل ما يمشي للعطار، كل ما يركب في وسيلة نقل، كل ما يمشي للخدمة، التطبيقة هذه تتعامل مع الهواتف الجوالة اللي يقرب لهم، يتم تبادل معلومات اقتراب اللي هي مجهولة للمستعملين الزوز. في حالة أنه الشخص اتصاب بالفيروس لا قدر ربي، المرصد الوطني يجيه جميع أرقام الهواتف متاع الأشخاص اللي اقترب لهم في ال 14 يوم الأخرانيين. بالطبيعة زادة المستخدم تاع التطبيق هذا يجيه المعلومة تقول له راك لقد اقتربت من شخص مصاب بالفيروس، وإلا لقد قمت بالاقتراب من شخص اقترب من شخص مصاب بالفيروس. وتخضع هذه التطبيقة إلى كل شروط حفظ المعطيات الشخصية. هذه تسجل رقم الشخص، انت ما كلمتوش، ولكن في كنف السلامه المعلوماتيه اللي دوني هذوما شيفري وبروتيجي، خذينا كل الاجراءات اللازمه لحمايه المعطيات الشخصيه، اتصلنا بالهيئه الوطنيه لحمايه المعطيات الشخصيه. وزير الصحه عبد اللطيف المكي اكد اهميه هذه التطبيقه في معاضده مجهود الوزاره في مكافحه الوباء. يزيد يعطينا قدرة أكبر في التحكم في الوباء، وهذا دليل غير مباشر على أنه الكلام يقولوا فيه للناس ردوا بالكم الخطر مازال قائم، أهنا قاعدين نستعدوا وننطلق أكثر من ما يمكن من وسائل السيطرة. هذه التطبيقة تم اعتمادها في بعض الدول الآسيوية وقد أثبتت نجاعتها في تطويق الوباء والحد من انتشار العدوى.